السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نشارك معكم هذا قبل بداية الوصفة، نشارك معكم الوصفة، بغيت نشارك معكم هذا الدورة ديال سمير اللي غرس فرحان بها. كل مرة تيسقيها هي بدات تنوض، قال لي ماما وريها ليهم. تنكونوا دابا غاديين للعروبية ان شاء الله، عاد نديوها باش نغرسوها في هذا في الارض. هو الجو كيف عندنا، كاين عندنا ريح. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي كما تنقولوا لها محبوبة الجماهير، ديال هذه الكوك، وصفة الكوك، حلوة الكوك. أنا جربتها من عند الأخت، من عند أم العربي. هذه الحلوة أنا معتمدة عندي، جات الفرصة أنني درت القناة وقلت نشاركها معاكم. يعني تجي هشيشة بزاف وزوينة زوينة، جربوها ما تندموش عليها. هي تدي 4 البيضات، لانها تدير تبارك الله كميه كثيره، وتدير اشكال مختلفه منها. تخرج منها مثلا تفندها في وحده في الكوك، وحده في هذا في الشوكولات. انا نحط لكم الرابط ديالها. انا معيدي وحده، غندير فقط الكميه اللي تناسبني. ناخذ عندنا بيضه وحده، قبصه ملح، والكوك عندنا كاس الزيت وكاس سنيده، وهذا نص كاس معامرش ديال حليب بوريسيما. بوريسيما راه معروف في المغرب، غير محلى ومسوس، هذا هو السر ديالها اللي تيخليها هشيشه. عندنا خماره، عندنا فاني، والدقيق حسب الخليط. سيم بريفيت سيبودنيا بودي مكاتوفيت بيتشينيا ماراكانسكايا اس كاكوسوفي نام داجنابويت موكا ايتامالاكو بالساخر بول ستاكان نيبولني، ادين ستاكان شويه سكر، ادين ستاكان ماسلا، ادين يتسا يتا كوكو صوفي، كراخ شويه راز الخريط، ايفاني شويه نام داجنابيت ابريكوس في اي فانيلا وات فانيلا جيتكي اي كاكو صوفي تا بيتشينيا بودي باتونشونا سكورا بودي كانشانيا باستا بودي تونا سبرازنيك. نتمنى يكون مرئي لكم. ناخذ بسم الله البيض ديالتنا. انا هاد الاله تسهل عليا المهمه، قبل ما كانش عندي، راه كنت نخدم فقط باليدي. ناخذ بسم الله الحليب ديالنا والسيمة، وناخذ السنيده ونخلطوا فقط السوائل اول شيء، وناخدو الزيت وطبعا قبصة ملح ونخلطو. هنا خصنا نوركو بسم الله على الرقم. هنا عندهم لابات تيستا زعما كدا الخليط في رقم 15، ونطقطو بسم الله خالط على حسب فاني، ها هي نسيتها، الخمارة أنا تنديرها بهاد بالمعلقة. عاد هنا عندهم خميرة مجهدة، ندير تقريبا ملعقة كبيرة، 100 ملعقة مليئة صغيرة، 10 ملعقة. بودين بوتشينيا كاتوريس. انا طيب تقول لي قالت لي اليوم شنو انا نحضر بيتشيني باتون شو سكورا بوديت كانت شانيا بوس بوس سكورا بوديت كانت شانيا انا طيب تقول لي شنو اليوم نوجدو. نخلطو هكذا، تجمع لينا الخليط ساجم، يعني تتكون ما قاصحاش بزاف وما تتكونش مرخوفه تاني بزاف على حسب باش تخلط لينا العجينه. وانا معاكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هيا هاد الحلوه ديالنا،
درت فقط تقريبا تتخرج تبارك الله بزاف. الحاجه الوحيده اللي انا كتست دقيق وهذا، وجاتني قاصحه زدت فيها بيضه واحده فقط كما قال الشيف ديالنا. ما اش يقول، كانت يقول لك ما تدهشوش مثلا، اللي جاتكم العجينه فتلصق زيدوا شويه دقيق، جاتكم العجينه قاصحه زيدوا بيضه واحده. شكرا للشيف ابراهيم ديالنا من هذا المنبر. يلا غندخلوا الحلوه ديالنا الفران ونرجع معكم ان شاء الله في الطيب. طبعا كما اللي عنده تيشعل لتحت تديروا، نشعلوا عليه لتحت تدير ومن بعد نشعلوا عليه الفوق. عليكم، عدت لكم من جديد من بعد ما دخلنا سميتو الحلوه ديالنا رشبون الفران. غندوزو باش هذا باش نفندوها، اللي هو اللي عنده هذا المربى المشمش مزيان. انا هذا فقط شريته، نسخنوه شويه ندفيو مع شويه ماء زهر شويه، ونحطوه فوق النار، يعني فوق النار ماشي هذا، شويه يدفو صافي، نار متوسطه. ونرجع لكم من بعد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ها هي القريبه ديالنا من بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الفرن. انا نقول لكم الطريقه اللي تندير انا. تناخد مثلا ما تنفندهاش كلها في هذا المربى ديال المشماش، تناخد فقط القياس اللي مثلا غياكلو اليوم هو اللي تنفندها فيه، وما تبقى تنديرها في هذه بواطه وتنديرها في الثلاجه. علاش؟ لان فيها الحليب، باش ما عاد هي مثلا الا خلطتو الا درتو كلشي مع الكوك تتبقى بحال تتعطي قد ما طوال تتعطي ريحه الغموليه. لا حنا بغيناها سفيجي سفيجي، يعني تبقى طريه طريه بحال تاكليها. يلا صوبتيها، ها هي الطريقه هي اللي تندير. مثلا ناخذ بسم الله اليسار، نخدم عاد شاده باليديا، نحط هنا كميه من ولدي تبارك الله راه كملت تقريبا. كل مره يجي ماما رائحتها زوينه تيجي ياكل ليا منها. انا نخدم فقط هذه الكميه، ها هي نخلط الكل هنا. وهذا الكوك حتى هو خدته شويه على حساب اللي نستعمل. نحط لكم هنا باش تشوفوا معايا. معرفش واش مرئي ولا لا، نتمنى يكون مرئي. نشدو بسم الله، نهزو تقريبا جوج، نلصقوهم هكذا نخدم هكا باش يبان ليكم. نحط في المكان اللي غنتبع بنفس الطريقه تنسالي وانتم معايا. كاتو هو الطبق النهائي ديالنا ديال ريش بونت، محبوبه الجماهير. جربوها تجي، عاد انا ماشي اول مره تنجربها بهذه الطريقه. فين حليت القناه قلت علاش ما نشاركش معكم هذه الطريقه، تجي زوينه وهشيشه. هذه الثانيه نديرها في هكا الصفيره اللي بقات، تنقطعها يا اما تحط في الومنيوم ولا ورق الزبده ديال الثلاجه. تنبغي تتسالي هادي تاني ونبغي ونخلطو هكذا. نتمنى تكون عجباتكم الوصفه، وشكرا على دعمكم، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه تانيه.